من غزة هنا القاهرة، أهلا بكم معنا عبر شاشة القاهرة الإخبارية مع جديد وتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث يعيش أطفال غزة مأساة أخرى بسبب أمطار فصل الشتاء التي تتساقط على مخيمات النازحين، ما يزيد من معاناتهم في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية. وقد تعرض قطاع غزة لأمطار غزيرة تسببت في غرق الخيام والأغطية والملابس التي يرتديها النازحون، ما يعرض الأطفال لأمراض قد تنتشر في الأيام المقبلة. سماء غزة ملبدة بالغيوم، وأفقها ينذر بمزيد من المعاناة الإنسانية. ليس تعبيراً مجازياً، فالشتاء دق الأبواب بالفعل، وغزارة الأمطار غمرت أرض القطاع بالمياه. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من تدهور المشهد الصحي بسبب الطقس الممطر مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب القطاع. فقد اضطر نحو 1,900,000 فلسطيني في غزة إلى النزوح من مناطقهم، وتوجه أكثر من نصفهم إلى رفح في الجنوب التماسا للأمان، ولكن حتى جنوب القطاع لم يستم من غارات الاحتلال والاجتياح البري، ولم يستم أيضا من الأمطار والطقس شديد البرودة. وسط كل هذا تكتظ ملاجئ الأونروا بشكل كبير بأعداد تفوق بمقدار 9 مرات قدرتها الاستيعابية، ويضطر الكثيرون إلى اللجوء إلى الخلاء رغم ظروف الطقس القاسية في أماكن إيواء غير مجهزة. وفي أسبوع واحد وثقت الأمم المتحدة 360,000 إصابة بأمراض معدية في المخيمات، ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 97% من الأسر التي تقطن شمال قطاع غزة و83% من تلك التي في الجنوب لا تستهلك ما يكفي من الطعام، فهم قد لا يتناولون إلا وجبة واحدة في اليوم وإن وجدت، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإعاقة الاحتلال وصول المساعدات الغذائية خاصة والإغاثية عامة إلى مناطق القطاع. المطر وبرد الشتاء والجوع أسلحة يستغلها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الإنسانية في غزة، لكي يدفع أهلها الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى الحدود، ويفرض الأمر الواقع بتهجيرهم قسريا، ويضغط عليهم لإخراجهم من القطاع، ولا يقابل ذلك إلا صمود أهله. وفي خضم تلك التحديات لا يسع مصر الجارة الجنوبية الشقيقة إلا أن تستمر في تقديم الجهود كافة للتخفيف من هول المعاناة وتفاقم الأوضاع المأساوية، ويجرى العمل على قدم وساق بشكل مستمر لإدخال المساعدات إلى غزة رغم استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي برا وبحرا وجوا على القطاع وحصار حدوده أمام صمت عالمي مدون. ينضم إلينا من جنيف رامي عبد رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. بعد التحية سيدي، نتحدث حول أن أطفال غزة بالخصوص يعيشون مأساة حقيقية، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، فكيف يمكن أن يكون هذا دليلا على الاستهداف الممنهج وعلى جرائم الحرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سياق ما يتعلق بحقوق الإنسان؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. يعني أعتقد أن الأرقام لوحدها تتحدث عن هذا الاستهداف. عندما نتحدث عن حوالي 40% من الضحايا القتلى، اليوم نتحدث عن أكثر من 10,000 طفل قتلوا جراء جريمة الإبادة الإسرائيلية، وبالتالي نتحدث عن رقم غير مسبوق في تاريخ الصراع وفي تاريخ حتى الحروب. معدلات القتل اليوم عن حوالي 150 طفل وأكثر يوميا، يضاف إلى ذلك أن عدد الأطفال الذين تضرروا بشكل مباشر نتيجة هذه الجرائم يتجاوز الآن 700,000 طفل، أي أن معظم الأطفال في قطاع غزة تعرضوا للضرر المباشر يعني كانوا ضحايا مباشرين لهذا العدوان وهذه الجريمة. نتحدث بجانب الآلاف من القتلى والأطفال الذين توفوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية، نتحدث عن أيضا حوالي 15,000 أو 17,000 طفل أصيبوا، يضاف إلى ذلك حوالي 25,000 أو 27,000 طفل فقدوا أبويهم، إضافة إلى حوالي 500,000
طفل فلسطيني فقدوا منازلهم جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في مدينة غزة وبقية المدن الفلسطينية. طب سيد رامي، يعني وأنت تحدثنا، يعني الآن عرض برنامج الأغذية العالمي أن حوالي نصف سكان قطاع غزة يعانون من سوء الأغذية وعدم وصول الغذاء، وخاصة لهؤلاء الأطفال الذين نتحدث عنهم في هذه اللحظات. فكيف يمكن أن يمر هذا يعني جانبا مرورا سريعا تحت السمع وبصر المجتمع الدولي وخاصة المعني بحقوق الإنسان؟ يعني أنا أعتقد حتى هذا الرقم غير دقيق للأسف الشديد. أنا أجزم أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يمر عليهم اليوم كاملا ولا يتلقون أي طعام. غوتيريش تحدث أن الطعام وصل لمحافظة واحدة من أصل 5 محافظات وهي رفح الفلسطينية، والكميات كما تعلم هي ضئيلة وقليلة جدا. وأنا أتحدث معك، ربما أتحدث بتأثر، لأنه قبل قليل تلقيت تقارير عن 3 مجازر حدثت هذا اليوم. المجزرة الأولى في مدرسة اسمها الفرابي في مدينة غزة، وسط مدينة غزة، ومدرسة أخرى اسمها المعتصم. كانتا تأويان نازحين، وللأسف الشديد جزء من مهم من الضحايا كانوا من الأطفال. وأيضا كان هناك مركز لجمعية الشبان المسيحية يأوي عدد من المسيحيين والمسلمين الذين نزحوا باتجاه هذه المدرسة، قتل وأصيب العشرات. وقبل قليل وثقنا جريمة حدثت في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مشاهد مأساوية مروعة. نتحدث عن شهادات حول دفن الجثث والجرحى تحت التراب، وهناك مسنين، وثقنا على الأقل مسن روى أحد شهود العيان كيف تضور جوعا على مدار 9 أيام وفقد حياته بسبب عدم توفر الطعام. يعني هنا يعني استهداف المدنيين، أيضا أصبحت المستشفيات والمدارس كما قلت سيد رامي هي بنوك أهداف واضحة للاحتلال الإسرائيلي يستهدفها متعمدا، فخطورة هذا حتى على الوضع الإنساني لهؤلاء. يعني أنا أعتقد أن إسرائيل لم تترك جريمة إلا ارتكبتها. هناك استهداف، يعني نسمع ذلك حتى من شهادات الجنود الإسرائيليين الذين يقتادون المواطنين الفلسطينيين، بمجرد أن يقول له أنت عربي أحيانا يمارس عمليات القتل الميداني، فقط أنه عربي يعني أنه يشرع عملية القتل الميداني. قتل على الهوية، قتل على الهوية. لا نستطيع أن نتحدث أو نصف الأمر خلاف ذلك. عمليات القتل للأسف تجري على طول وعرض القطاع بمختلف الوسائل، ليس فقط عمليات القصف البربري والهمجي وسياسة الأرض المحروقة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، بل على نطاق القتل الميداني، على نطاق التصفية الجسدية، على نطاق التجويع الذي يمارس بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث، عندما يستخدم بهذا الشكل من أجل يعني استخدامه كأداة من أدوات الحرب. وبالتالي إسرائيل اليوم تمارس جرائم فظيعة ضد الإنسانية، تمارس إبادة غير مسبوقة، وأعداد الضحايا إذا كنا نتحدث عن حوالي 25,000 ضحية سقطوا خلال شهرين، أنا أعتقد أن الرقم أكبر بكثير. هذا الرقم بجانب الجرحى يمثل حوالي 3.5% من سكان قطاع غزة، نهيك اليوم عن حوالي 2 مليون أو 1,900,000 من المواطنين في قطاع غزة. اليوم للأسف الشديد هم في العراء يلتحفون السماء ولا يجدون مأوى ولا يستطيعون حتى توفير الطعام لأطفال. يعني وأنت تحدثنا في هذه لحظات القصف ما زال مستمرا على أكثر من مكان في قطاع غزة، المستشفيات أيضا يعني في رفح مثلا مستشفى أبو يوسف النجار في رفح الفلسطينية، وهنا نعرض لمركز الطوارئ، حتى المستشفيات لا توجد بها طاقة سريرية لاستيعاب كثرة عدد المصابين والجرحى. خطورة هذا الاستهداف والقصف الممنهج والمستمر للمدنيين وللمستشفيات كما قلنا سيد رامي في أنه لا يدع مجالا للشك في أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يجب أن يكون أو من المأمول أو المستهدف أن يكون راعيا لمن يقع تحت نيره أن يعني يكون له حصانة، لكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط. هذا صحيح. يعني أولا مسؤولية أولئك الذين يقعون تحت الاحتلال هي مسؤولية قوة الاحتلال في الدرجة الأولى، هذا قانونيا، لكن أنا أعتقد أن أي اعتبارات قانونية موجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
الذي يعتمد هو محاربة الصورة والحقيقة. واليوم حتى قبل وأنا أتحدث معك وصلني نبأ استهداف صحفي آخر يدعى عاصم موسى، وبالأمس استهدف الصحفي الوحيد الذي يغطي من في مخيم جباليا خميس سعيد أو يعني استهداف هؤلاء الصحفيين والإعلاميين، يعني هو استهداف للحقيقة طبعا التي تعرض بشكل واضح. هذا ما كنت أود أن أقوله. واضح جدا أن إسرائيل تشعر أنها بأن بإمكانها أن ترتكب ما تريد من جرائم، وتحاول أن يعني تغطي عين الحقيقة وتخفي ما يجري على الأرض، بدليل أنها تقطع الاتصالات كما تعلم. بالأمس استهدفت صحفي الجزيرة، وقبل ذلك استهدفت الصحفي الوحيد الذي يغطي في شمال غزة ضياء الكحلوت، واستهدفت صوت غزة الوحيد الذي يغرد ويكتب باللغة الإنجليزية الأكاديمي رفعت العرعير. تمنع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة. من مصر قبل يومين جاء فريق يتبع لسي أن إن وذهب إلى رفح، وتعلم أن رفح ربما هي أقل المناطق استهدافا تدميرا، ورغم ذلك رغم أن الصحفية التي عدت التقرير على سبيل المثال يتهمها الفلسطينيين أنها منحازة، إلا أنها لم تستطع إخفاء. يعني هل الاحتلال مثلا سيد رام يعلم خطورة توثيق الجرائم، وبالتالي يمكن أن تقدم هذه الجرائم الموثقة والمؤرشفة فيما بعد حتى بعد انتهاء الحرب إلى المحاكم الجنائية الدولية، وبالتالي هو يستهدف مثل هكذا صحفيين ومصورين؟ هذا صحيح. لا أعتقد أنه يستهدف الصحفيين من أجل الخوف من الملاحقة. أنا أشعر أنه الاحتلال الإسرائيلي مؤمن إلى حد كبير من الملاحقة، ويتصرف بغطاء دولي وغطاء أمريكي، لكن هو لا يريد للصورة أن تصل لكي لا تتحرك الشعوب ولا ينكشف أمام العالم حجم الجريمة التي ترتكب. كما قلت لك تقرير CNN رغم أنه تقرير نوعا ما لم يظهر أي جزء مهم من الحقيقة، إلا أنه أزعج الاحتلال الإسرائيلي وهاجم الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه معدة التقرير كما قلنا أو التي قدمت التقرير هي إلى حد ما منحازة للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل تشعر أن يدها طريقة تمارس القتل كيفما تشاء وسط تغييب للصورة وتغييب للرواية. وأعتقد ما تقوم في قناة القاهرة الإخبارية من جهد لتسليط الضوء على ما يجري في قطاع غزة أمر مهم، وبالتالي مطالبة كل القنوات وكل حتى المستمعين أن ينخرطوا في فضح الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تضييق الهامش وإنقاذ ما يمكن أنقاذه من الأبرياء الذين يعانون الكثير ويقعون ضحية هذا العنف وهذه الغطرة أو الوحشية الدموية الإسرائيلية. طبعا ميثاق روما تحدث عن عدة نقاط كما تعلم سيد رامي، يعني من يقبع أو يقع تحت الاحتلال، عدم استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، عدم استهداف سيارات الإسعاف. أيضا ميثاق روما تحدث عن مثل هكذا بروتوكولات معينة من أجل ضمان حقوق الإنسان. لكن هل برأيك الاحتلال الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي يقول إنه لم يوقع على مثل هكذا اتفاقيات، وبالتالي هو يستهدف من يريده بكل أريحية واطمئنان؟ لا، هذا لا يعني أنه غير ملزم، وبالتالي إذا كان لا غير ملزم باتفاقية روما وملزم باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الملحقة، البروتوكول الإضافي الملحق الأول والبروتوكول الإضافي الثاني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد المدني للحقوق الاجتماعية والسياسية، كل القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي يلزم الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وإسرائيل تدري ذلك، لكن للأسف الشديد كما قلت هي لا ترى أن الإرادة السياسية الدولية راغبة في فرض أي عقوبات أو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. وإسرائيل أفلتت من العقوبات مرات كثيرة في جرائم عديدة، وبالتالي كان هناك شعور لديها وما زال أنها تستطيع أن تنفذ ما تريد في ظل غياب للإرادة السياسية من أجل محاسبة إسرائيل. بالعكس تماما، هناك غطاء دولي للأسف الشديد لكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، حتى تلك الدول التي صحوت متأخرة أو صحت متأخرة وبدأت تتحدث عن ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، للأسف الشديد في البداية أعطت الضوء الأخضر كاملة للاحتلال الإسرائيلي من أجل ارتكاب الجرائم. أشكرك على هذه التفاصيل من جنيف. رامي عبدو رئيس مرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان كنت معنا من جنيف. إذن هو قصف مدفعي مستمر وجوي أيضا على أكثر من منطقة في خان يونس، وسقوط أكثر من 25 شهيدا فيما اقتربوا إلى الآن، وتواصل هذا الاستهداف الممنهج. تنضم إلينا من رفح الفلسطينية منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. إذن لك أن تحدثين عن تفاصيل جديد المستجدات لديك منى.
نعم، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. دعني أبدأ من منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا من مستشفى كمال عدوان. هذا المستشفى الذي يعني انسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام استمر عدة أيام، خلاله قام الاحتلال باعتقال ما لا يقل عن واحتجاز ما لا يقل عن 70 من الطواقم الطبية، ما بين أطباء وممرضين وعاملين أيضا داخل المستشفى. كان الاحتلال الإسرائيلي قد طلب من إدارة المستشفى بإخلاء المرضى يوم أمس تمهيدا لتدميره، وعمليا لم يكن هناك فرصة لإخلاء المستشفى لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح ب يعني التنسيق للصليب الأحمر لإخراج هؤلاء المرضى بما فيهم عدد من الخدج الذين كانوا يتواجدون في المستشفى، وبالتالي بقي جميع داخل المستشفى ولم يتمكن أحد من الخروج منه من مرضى وأطباء بطبيعة الحال. الاحتلال الإسرائيلي كان قد قام بإخلاء النازحين الذين كانوا داخل المستشفى، ويعني اعتقل بعضهم وقتل بعض الآخر وسمح للبعض بأن يمروا ويذهبوا إلى مناطق ربما يعني بعيدة عن المستشفى. لكن اليوم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن دمر عدد من مباني ومرافق المستشفى، مستشفى كمال عدوان، وقام بطرد المرضى الذين يتواجدون فيه عنوة من داخل المستشفى. أيضا قاموا بطرد الطواقم الطبية ومن يتواجد في المستشفى، ثم قاموا ب يعني تدمير أجزاء من المستشفى، بالإضافة إلى أن وفقا لشهادات العيان الحديث وتحديدا نقلا عن يعني زملاء صحفيين في المكان، الحديث عن دفن يعني جرحى تحت التراب أحياء، ويعني تم وضعهم وإهالة التراب عليهم، ومن ثم سارت الجرافات وقامت بغمرهم الجرافات بالرمال ثم سارت فوق جثامينهم، عمليا تم دفنهم أحياء. الحديث أيضا عن يعني نبش المقابر الجماعية التي كانت قد حفرت في المستشفى لدفن عدد كبير من الشهداء الذين لم يتمكن الطواقم الطبية والأهالي من دفنهم في مستشفيات في المقابر جراء الأحداث في مناطق الشمال، وتحديدا خطورة الأحداث في مناطق الشمال. يعني من يرفض الخروج او الإخلاء من المستشفى من الجرحى والمرضى يتم دفنهم أحياء في داخل المستشفى؟ هذا صحيح، يعني وفقا لشهادات الزملاء الصحفيين هناك. وبالتالي الحديث هناك عن مجازر ارتكبت، عن يعني جرائم حرب ارتكبت، جرائم بحق الإنسانية أيضا أثناء توغل واجتياح ومكوث جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية داخل هذا المستشفى. قبل انسحابها قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير كما أشرت مرافق من المستشفى، والحديث وفقا للصور التي وردتنا يعني الصور مروعة لما تبقى من مستشفى كمال عدوان ومن الجثامين التي يعني يمكن مشاهدتها بين الرمال التي يعني في داخل المستشفى. وكما أشرت يعني حتى المقابر الجماعية التي كان قد قام الأهالي وإدارة المستشفى بحفرها لمواراة عدد كبير من الشهداء الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المقابر لدفنهم في خلال الأيام الماضية، قام الاحتلال الإسرائيلي بنبش هذه المقابر الجماعية. طيب. أيضا وأنت تحدثين أيضا بالإضافة إلى هذا نعرض يعني القصف المستمر والاستهداف طبعا من خلال ألسنة الدخان بلونها الأسود والرمادي المتصاعدة من أكثر من مكان من شمال غزة، وخان يونس طبعا كما قلت تتعرض إلى هذا القصف المستمر والممنهج. ماذا عن القصف الإسرائيلي المتواصل أيضا وخاصة بالطائرات والمدفعية على منازل المواطنين؟ يعني القصف تجاه منازل المواطنين يطال أيضا كل مكان، يعني آخر ربما الاستهدافات خلال الساعات الأخيرة أو أبرزها على الأصح ما يجري أو ما جرى في منطقة دير البلح، هذه المنطقة التي تعرضت لاستهدافات تحديدا لمنزل يعود لعائلة اللوح، والحديث عن شهداء وجرحى يعني سقطوا ضحايا هذا الاستهداف، هذا بالإضافة إلى استهدافات لعدد كبير من المنازل. أيضا المناطق الشرقية لدير البلح الآن تستهدف عبر المدفعية الإسرائيلية بشكل
عنيف وفقا أيضا ما يصل من معلومات. في منطقة خان يونس، هذه المنطقة ما زالت منطقة الصناعة ومنطقة حي الأمل ومنطقة الكتيبة، هذه المناطق تشهد اشتباكات عنيفة واستهدافات لمنازل المواطنين خلال الساعات الماضية. نتحدث عن أكثر من 20 شهيد وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي جراء استهدافات عديدة، يعني ما لا يقل عن يعني 8 إلى 9 استهدافات في هذه المنطقة. وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع الحركة، والجنود يقومون بقنص كل ما يتحرك. طائرات كواد كابتر تحلق على مستويات منخفضة وأيضا تستهدف المواطنين، وهذا ربما أيضا مثال لما جرى بالأمس مع الزملاء في قناة الجزيرة عندما تم استهدافهم هم وطواقم دفاع مدني عبر طائرة كواد كابتر. يعني القصف يستمر، يعني القصف يستمر منا حتى هذه اللحظات بالتزامن ما بين الطائرات الحربية من الجو والمدفعية على الأرض أيضا. هذا صحيح، يعني حتى بوارج الاحتلال الإسرائيلية تشارك في هذه العملية الإجرامية، حيث أنها تتمركز على طول الشاطئ من شمال قطاع غزة إلى جنوبها. أيضا المناطق الغربية تتعرض لاستهدافات، ولكن ربما الأبرز هو طائرات يعني المدفعية التي تصوب قذائفها بشكل عشوائي وتوجه قذائفها وتطلقها بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين بكل مناطق قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب. دعني أشير فقط إلى خطورة طائرة كواد كابتر، هذه الطائرة التي تتواجد وتحلق في كل سماء قطاع غزة من الشمال وإلى الجنوب في كل المناطق، هي تحلق على مستويات شديدة الانخفاض حتى أنك تشعر بأنها يعني بينك وبينها أمتار قليلة. هذه الطائرات ربما خلال الأحداث التي كانت تجري سابقا والحروب التي كانت تجري سابقا كان يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لم يكن يعتمد عليها بالقدر الذي يعتمد عليها الآن. الآن هذه الطائرات زودت بصواريخ بالإضافة إلى صواريخ أفراد وصواريخ تعرف بصواريخ استطلاع، زودت أيضا بطلقات نارية وبقنابل، وبالتالي هي يعني تصوب نيرانها تجاه أي هدف ترى بأنه من الممكن أن يكون خطير. هذا الأمر جعل جميع أهالي قطاع غزة في كل المناطق لا يجرؤون حتى على الوقوف أمام باب المنزل بعد أن تغيب الشمس كل يوم. بمعنى أننا جميعا ما أن تغيب الشمس خوفا من هذه الطائرات التي ترصد أي حركة لا نرى ولا بإمكاننا حتى الخروج أمام باب المنزل، لأنه الجميع يعلم بأنها ترصد أي حركة وتقوم باستهدافها أو استهداف من يفعلها بشكل مباشر. يعني هناك خطورة إذن، يعني من يحاول الهروب أيضا حتى من مناطق الاستهداف أو من المنازل التي تستهدف مباشرة يحاول طبعا الاحتماء بمناطق آمنة، يعني يستهدف أيضا في نفس الوقت وهو يسير بحثا عن مأوى آمن. بالطبع يعني معظم الإعدامات المدنية التي حصلت ومعظم الاستهدافات التي حصلت خلال هذه الحرب جرت عبر هذه الآلية. الاحتلال الإسرائيلي يوجه تعليماته للمواطنين بضرورة إخلاء منازلهم، وبعد ذلك يتم استهدافهم عبر الطائرات المسيرة التي ترصد تحركاتهم أو حتى عبر باستخدام القناصة قناص الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر حدث مرارا وتكرارا، وربما هو من أكثر ما يعني سبب جرائم وجعل من جثامين الضحايا تملأ شوارع قطاع غزة. الكثير من العائلات تم استهدافهم أثناء محاولتهم النزوح، إن كان في شمال قطاع غزة، في مدينة غزة، في أيضا منطقة خان يونس والمناطق الوسطى، المناطق الشرقية أيضا. الاحتلال الإسرائيلي في خلال الأيام الماضية ارتكب عديد من المجازر، إن كان في شجاعية أو حتى في منطقة جباليا تحديدا منطقة تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا، عندما كان يأمر المواطنين بضرورة إخلاء منازلهم. وأنت تحدثين يعني منى الآن الاستهداف، يعني وأنت تحدثين مباشرة الاستهداف يزداد ضراوة وبشدة، واستهداف أيضا لمناطق وأماكن ومنازل متجاورة،
ألسنة الدخان تتصاعد بشكل كبير في هذه اللحظات، وهذا الاستهداف للمناطق والأماكن المتجاورة طبعا بهدف إحداث أكبر عدد أو أكبر قدر من الأضرار في المباني والبنى التحتية، وبالتالي سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين والجرحى. هذا الاستهداف يبدو أنه بقنابل من الطيران الحربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى المدفعية، لأنه يتزامن في نفس الوقت مع وجود ألسنة الدخان المتصاعدة والكثيفة. يعني حتى أن المدنيون الذين يتجهون إلى داخل الخيام، ماذا عن الاستهداف الذي يلاحقهم، وأيضا خطورة وجودهم في هذه الخيام نتيجة لتساقط الأمطار؟ منى، يعني هؤلاء هم يعني يعكسون ربما صعوبة أو مشهد شديد الإيلام، وربما ما يعكس مشهد أكثر إيلاما هو المشهد الذي له علاقة بمن لا يجدون حتى خيام يجلسون فيها. هناك الكثير من هؤلاء الذين لا يملكون حتى خيمة يجلسون فيها. عمليا خلال الأيام الماضية كان هناك انخفاض في درجات الحرارة وسوء في الأحوال الجوية، عديد من الخيام يعني دمرت واندثرت نتيجة أو حتى تمزقت نتيجة استمرار هطول الأمطار والرياح العاتية بطبيعة الحال. هذا بالإضافة إلى أن يعني العديد من هذه الخيام ملأتها وغمرتها المياه من كل حد وصوب، وبالتالي هي لا تقي من شيء ولا تقدم أي حماية لمن يعني يعيش فيها بطبيعة الحال. لكن الأخطر أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر هم واقع من يعيشون بالقرب من الحدود ما بين جمهورية مصر العربية وفي جنوب تحديدا رفح، بالقرب من الحدود. هؤلاء يعني ذهبوا إلى منطقة القريبة من الحدود مع جمهورية مصر العربية اعتقادا منهم بأنه لن يتم استهدافهم، اعتقادا منهم بأن هذا المكان من الممكن أن يكون أكثر أمانا، لأن الاحتلال الإسرائيلي وجه المواطنين نحو الذهاب جنوب. سوف نشاهد إذن ما يحدث من تطورات في هذه اللحظات، لأن القصف هنا في شمال قطاع غزة يعني يستمر بضراوة وبشدة في هذه اللحظات. سوف نكون معك في جديد هذه التطورات من رفح الفلسطينية. منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا. هذا وقد أكد النازحون الفلسطينيون على استمرار معاناتهم الإنسانية نتيجة الأمطار المتزايدة التي تشهدها مناطق النزوح، حيث يقيمون بداخل خيام من السلوفان في مدينة رفح الفلسطينية. النازحون أكدوا انهيار خيام الإيواء بفعل الأمطار ما اضطرهم للعيش في الشارع على الأرصفة. ما هيك شايف النالون تمزع، واحنا بنشد فيها هيك شايف النالون تمزع علينا ونزلت الميه تبهدلنا في المطر، وحاولنا قد ما بقدر الامكان انه نساعد يعني نساعد انفسنا عشان المطر ما يدخلش علينا. دخل المطر فيش فايده، وتقطع متنا هاي النالون، هو النالون بيحمي ناس نايمين تحتيه، بيحميش ناس نايمين تحتيه. غرقوا من الميه، والله قوامتي الولد بنقط نقط ابو 7 شهور، وانا إن هذا ما دارنا، واستشهد ابني وما معايا لا حرام ولا فرشه، اخذت من اختي وغطت الولد، احنا كلنا بحرام واحد، انا وخمس صنفار بحرام واحد. غرقنا عبر المي بقلب الخيمه جوا، ومش عارفه وين احط الاولاد، وفيش اصلا تحتنا شيء، المي كله عبرت بقلب الخيمه، وصرنا نعين في المي ورفيت الاولاد في الحرمات، وجيت على الجبل عشان اقول لهم مش عارفه ايش 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 نعمل في الشتاء، مش عارفه وين نروح. امبارح شتت الدنيا، العرايش طارت، الكل غرق، الاطفال الصغار كلهم غرقوا ومرضوا، ضلينا في الشوارع زي هيك، لا في خيمه سطرانه ولا في خيمه انها تبعد الميه على الاولاد والعيال اللي جايينهم. هي اللي صار معنا، يعني زي ما انت شفت كلها ميه جوا، كله غرقان ميه جوا. يعني فصل الشتاء كل البشر ينتظرونه بحرارة وبحب وباشتياق، إلا نحن الفلسطينيين الآن في هذا الزمن في عام 2023 نتمنى ألا تمطر علينا الدنيا، لأننا نعيش في خيام، هذا الخيام خيام اللجوء والبؤس والتشرد والمعاناة. غزة تباد، غزة تحرق، غزة تمسح عن الخارطة، ولكن لا زلنا نتنفس، لا زلنا أحياء،
سنروي الحكاية لأطفالنا كما رووها أجدادنا في 48 وتمسكنا نحن بأرضنا. سنقول لأطفال تعالي هنا، سأقول لهذه الطفلة عن معاناة اللجوء، قد أبلغونا أجدادنا عن معاناتهم في 48. أنا هنا أمامكم مباشرة أقول لطفلتي ديمة، تذكري نحن في عام 2023 ونحن لجأنا إلى هنا يا بابا، وستعودين إلى الشجاعية وإلى بيت حنون وإلى بيت لاهية بل إلى أبعد من ذلك. خيمة كتير صغيرة يعني حرفيا، يعني لما يكون في 10 ولا 20 نفر يكونوا في خيمة كتير صغيرة، شو تفسحهم يعني لما يجي منخفض جوي بتكون قوة الهواء والأعاصير اللي بتصير وقوة المطر أكيد مش هتحمي كم نايلون كم نتفة نايلون الهواء والأعصير اللي بيصير فينا، يعني حرفين كتير بتعب. يعني انت لما تطلع من بيتك معك شوية أغراض وشوية أواعي، شو بدي يكفي لمنخفضات ومطر؟ مش هنهيئ حالنا. الشتاء كابوس حرفيا، الوضع اللي احنا فيه صار كابوس. كنت زمان احكي يا رب يجي الشتاء وامطار الخير والأراضي بتصير بشجر بيطلع وبصير الثمر أكبر و أجواء كتير بتجنن، بس حرفياً بدعي كل يوم حالياً إنه ما تمطر الدنيا، إنه هنا إحنا في مخيم في خيام أشياء كتير، يعني حرفياً ما في إشي حامي يحمي المكان اللي إحنا فيه، يعني المطر لما ينزل بنغرق. من القاهرة انضم إلينا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية بعد التحية. دكتور حامد، اضطر نحو 1,900,000 فلسطيني في غزة إلى النزوح من منازلهم الآمنة طبعا تحت ضغط هذا الاستهداف المستمر، برأيك كيف يمكن توصيف هذا المسار وإلى أي مدى من الوقت يمكن أن يستمر؟ أهلا بك أستاذ حساني وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا عوامل جديدة تضاف لمعاناة الفلسطينيين، يعني العوامل الرئيسية هي القصف المتتالي، هي موجة النزوح والتهجير القسري، قصف المدنيين، قصف منازلهم، استهداف الأطفال، ولكن الآن عاملين رئيسيين يضغطان وبقوة على أكثر من 2 مليون نازح فلسطيني، وهو عامل التقلبات الجوية والأمطار، والعامل الآخر هو إصابة أكثر من 360 ألف فلسطيني بأمراض معدية، وبالتالي هذه العوامل تؤثر أكثر على النواحي الإنسانية والصحية في قطاع غزة وتجعل الحياة أصبحت مستحيلة في ظل أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس هوايتها وسياستها في العمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتغافل تام من المجتمع الدولي حتى وإن خرجت بعض التصريحات التي من المفترض أن يتم تنفيذها على واقع الأرض من الإدارة الأمريكية، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا توجد إرادة سياسية دولية للضغط على إسرائيل، في ظل أن المجتمع الدولي تحرك بالفعل بشكل قوي من خلال قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة أكثر من 153 دولة، ولكن هو قرار غير ملزم، ولكن لابد أن يصدر قرار من مجلس الأمن يكون هذا القرار هو يعني لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في ظل ما يعانيه كل سكان القطاع من قتل ممنهج، من إبادة جماعية، من تهجير قسري، من يعني سياسة تجويع واضحة، وأيضا سياسة استهداف المستشفيات، يعني تنفيذ واضح لسياسة الأرض المحروقة التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها. ولكن بعد أكثر من 70 يوم وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات اللي بتواجه الشعب الفلسطيني، إلا أنه ما زال متمسك بأرضه، ما زال متمسك بألا يتم تكرار نكبة عام 48. يعني في ظل القرار الذي تحدثت عنه في مجلس الأمن الذي يعني قوبل بمعارضة من الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام حق النقض الفيتو، هل هناك أمل من المجموعة العربية في تقديم قرار مثل هكذا القرار السابق في محاولة لوقف إطلاق النار، وقف الحرب، أم أن هذا القرار أيضا قد يعني يمكن أن يكون له تشابه في استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للحق النقض الفيتو؟ دكتور حامد، يعني في ظني وتقديري يا أستاذ حساني أن ما قامت به المجموعة العربية هي تحركات تاريخية وإيجابية، ونجحت في حشد الرأي العام الدولي بشكل كبير
في خروج قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن التحركات ومنذ قمة القاهرة، يعني منذ اللحظة الأولى التي شارك فيها أكثر من 31 دولة وثلاث منظمات أممية، والتي كانت هي اللبنة الرئيسية والأساس الذي تم البناء عليه لإنعقاد القمة العربية الإسلامية بمشاركة أكثر من 57 دولة، وانبثقت عنها المجموعة الوزارية العربية التي تحركت في كل بقعة من بقاع العالم لكي تؤكد على ثوابت الدول العربية في حل القضية الفلسطينية، تظهر ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم فظيعة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وليس الهدف حماس ولكن المجموعة الوزارية العربية، ومن خلال رؤية استراتيجية واضحة ورؤية استشرافية استباقية سعت وبكل قوة إلى أن يكون هناك موقف دولي واضح، وهو ما نجحت به بالفعل. ولكن الناحية الأخرى، مجلس الأمن كانت القرارات، أكثر من 4 قرارات قدمت إلى مجلس الأمن، واستخدمت الولايات المتحدة نفوذها واستخدمت حق الفيتو في عدم وقف العدوان على قطاع غزة، كسقطة دبلوماسية تاريخية تضاف لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الرغم من أن القرار مجلس الأمن لم يتم تمريره، ولكن كان هناك نظرة واضحة من أن هناك أكثر من 13 دولة وافقت على المشروع، حتى بريطانيا التي كانت دائما ما تسير خلف الولايات المتحدة في قراراتها، نجد أنها اتخذت قرارا واضحا بالامتناع عن التصويت، وبالتالي أصبحت الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للأمور بشكل متباين وبشكل مختلف عما يتم على واقع الأرض. هناك بالفعل كل أنواع الجرائم، وبالتالي أرى أن الإدارة الأمريكية لابد أن تغير نظرتها وتتحلى بالإرادة السياسية اللازمة لوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه نقطة مهمة دكتور حامد، لأنك تحدثت عن أن القرار الأمريكي كان فيما يبدو قرارا وحيدا، طبعا حتى يعني مع الحلفاء كبريطانيا التي دائما كانت في ركب الولايات المتحدة الأمريكية لم تصوت، فرنسا كان لها دور مهم وفاعل في تغير موقفها باتجاه وقف العنف ووقف إطلاق النار. إذن هل ترى برأيك في هذا القرار المنفرد قد تغير يعني هذا الموقف ولو قليلا، وهذا يعني أن الإرادة السياسية الأمريكية تختلف في رؤيتها عن رؤية الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لاستمرار هذه الحرب؟ في ظني وتقديري أن هناك الكثير من العوامل تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تستميل أكثر إلى لغة العقل والحكمة والمنطق، وهو وقف إطلاق النار. يعني الدول الحليفة الرئيسة التي تسير خلف الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنها قد أصدرت بيان مشترك واضح جدا مخالف لرأي الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى سبيل المثال أتحدث عن أستراليا، أتحدث عن كندا، أتحدث عن نيوزيلندا. هذه الدول خرجت ببيان مشترك وأكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. أيضا فرنسا غيرت وجهة نظرها بعد لقاء الرئيس السيسي ورئيس ماكرون في القاهرة، وبعدها بيوم واحد انطلق الرئيس الفرنسي وتحدث أمام الاتحاد الأوروبي وقال بالحرف الواحد أنه لابد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لابد أن يتم تنفيذ مبدأ حل الدولتين، لابد أن يتم التوافق بشأن وقف هدنة إنسانية. وأيضا منذ أيام قليلة كان هناك تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا فيربوك التي قالت بالحرف الواحد أن أمن إسرائيل متوقف على أمن فلسطين أو أمن الفلسطينيين، وبالتالي المواقف الأوروبية ظهرت وبقوة أن هناك تغير حقيقي في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية. وهي أيضا تناقشت مع وزير خارجية أمريكا حول محاولة بذل الجهود لمنع اتساع نطاق هذه الحرب في المنطقة. أشكرك من القاهرة دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة. في ناحية أخرى، ذكر مسؤولون بالجيش الإسرائيلي أن الرهائن الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش عن طريق الخطأ في غزة كانوا يلوحون برايات بيضاء، تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية في إسرائيل تحدثت على أن معدل إصابات الجيش الإسرائيلي قد بلغ 60 إصابة يوميا بواقع 5000 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن 2000 من بين جرحى الجيش قد تم تسجيلهم على أنهم يعانون من إعاقة.
وهذا وقد أدى مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بشمال قطاع غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي إلى أزمة داخلية في تل أبيب، حيث يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية وخارجية أدت إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء في استهداف المناطق المكتظة بالسكان المدنيين. مزيد من الضغط حتما يؤدي إلى المزيد من الأخطاء، درس ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي أن يتعلمه في عدوانه المستمر على قطاع غزة. الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الأسرى الثلاثة في عمليات القصف العشوائية التي تمارسها قواته على شمال قطاع غزة أصاب الإسرائيليين بالإحباط وخلق موجات غضب في الداخل الإسرائيلي تنذر بقلاقل سياسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه ضغوطا في الداخل الإسرائيلي من أهالي الأسرى المحتجزين والمقتولين، فضلا عن ضغوط من عمليات الفصائل الفلسطينية الخاطفة والتي لم يشفع معها خطط القضاء على الأنفاق. كما يواجه أيضا ضغوطا من الولايات المتحدة التي رأت أنه ينبغي على إسرائيل تفعيل حماية أعم وأشمل للمدنيين. برزت في تصريح نتنياهو بأن هناك الكثير من الخلافات مع الإدارة الأمريكية مرجعها خطط توزيع الأسلحة على الإسرائيليين وتوسيع نطاق القصف بالقنابل الغبية غير الموجهة على مناطق مكتظة بالسكان أو مباني أممية تؤوي نازحين. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أزمة ثقة كبيرة بين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت الذي يقف حاليا في معسكر يضم زعماء اليمين المتطرف، إضافة إلى أن 5 وزراء من الحكومة الإسرائيلية قفزوا من المركب مع وقوف حكومة الطوارئ في مهب الريح أمام تظاهرات الداخل الإسرائيلي الغاضبة والتي لم تسلم من مخاوف اتساع رقعة الصراع في أكثر من جبهة غزة وسوريا ولبنان. جميع هذه الضغوط الداخلية والخارجية كانت ركنا ركينا في ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، فكلما زادت الضغوط تولدت الأخطاء. إذن على وقع هذه المجازر تبدو التظاهرات في كل مكان في أنحاء العالم منددة بما يحدث من مجازر بحق الفلسطينيين وخاصة المدنيين والأطفال في قطاع غزة. تظاهرات تبدو طبعا واضحة في كل مكان، هنا تظاهرة تحمل الأعلام الفلسطينية في أثينا باليونان تقول لا للاحتلال الإسرائيلي وأيضا للدعوة إلى وقف العنف في قطاع غزة، لأن الحديث الآن في الداخل في هذه الدول وخاصة الدول الأوروبية حول أهمية وقف إطلاق النار لضمان حماية المدنيين لا سيما الأطفال وسلامة وصول المواد الإغاثية لهم. الكل يتحدث على أنه يجب حماية المدنيين والأطفال في قطاع غزة، والمجتمع الدولي في داخله يناشد الساسة والمسؤولين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف المجازر والمذابح، لأن في السياق بعد مرور كل هذه الأيام النظام الصحي في قطاع غزة أصبح متهالكا وهذا ما راه العالم الآن نظرا لوجود أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين والجرحى. إذن هي تظاهرة واضحة تحمل الأعلام الفلسطينية في أثينا باليونان. على الأرض قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سيديروت وإيبيم ونير عام الحدودية مع قطاع غزة. هذا يأتي بالتزامن مع تنفيذ الفصائل الفلسطينية هجمات بالصواريخ لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية ردا على الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هذا وتواصل الولايات المتحدة دعمها اللامحدود لسلطات الاحتلال في عملياته العسكرية بداخل قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ورغم حالة المعارضة التي تواجه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع استمرار الحرب في غزة إلا أنه يستمر في دعمه لحكومة نتنياهو في حرب الإبادة التي تشنها على المدنيين العزل. المزيد في هذا التقرير.
رغم حالة الخلاف التي دبت بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية حول النتائج العسكرية للعدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، إلا أن واشنطن جددت التزامها بدعم تل أبيب. الخلاف الذي ظهر في الآونة الأخيرة بسبب الضغط على إدارة بايدن على واقع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع تحت مظلة الدعم الأمريكي، مما دفع بايدن إلى تحذير نتنياهو من تداعيات فقدان التعاطف الظاهري الذي اكتسبته واشنطن بعد 7 أكتوبر. هذا الموقف أفرز مطالبة من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتغيير أعضاء في حكومته لتتمكن من التجاوب مع الاقتراح الأمريكي لمرحلة ما بعد الحرب على غزة وتسليم القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تأهيله، وبدأ مسار سياسي ينتهي نظرياً بما يسمى حل الدولتين. بايدن الذي دعا رئيس وزراء الاحتلال للدقة في تنفيذ عمليات قواته داخل غزة، كشفت تقارير أمريكية في الوقت نفسه عن إعطائه الضوء الأخضر لإسرائيل بتمديد العمليات داخل القطاع حتى القضاء بشكل كامل على الفصائل الفلسطينية وتطويع غزة لضمان عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر مرة أخرى، حتى مع استمرار سقوط آلاف الشهداء بين المدنيين. التوافق الأمريكي الإسرائيلي الذي ظهر مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لتل أبيب يركز على تواصل العمليات العسكرية، ولكن بشكل مختلف، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي يخشى بايدن أن تؤثر على فرصه في الاستمرار داخل البيت الأبيض، خاصة مع تراجع شعبيته بين الناخبين بسبب بدعم إدارته للعدوان على غزة، وهو ما تأكد بعد تعطيلها مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن بالفيتو. تنضم إلينا من رام الله نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. بعد التحية سيدتي، سماء غزة إذا ملبدة بغيوم هذا الاستهداف المستمر والمباشر من الاحتلال الإسرائيلي، كيف أثر هذا على القطاع الصحي وبالتالي على الإدارة المؤسسية للهلال الأحمر الفلسطيني؟ أهلا، مساء الخير. للأسف هذا هو اليوم الثالث لانقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، وهي الفترة الأطول منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نحن الآن منقطعين تقريبا من الاتصال مع طواقمنا في قطاع غزة. الوسيلة الوحيدة للحصول على بعض المعلومات عنهم هي عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي المعرضة لتشويش وتقطع دائم. طواقم إسعاف الهلال الأحمر وغيرهم من مزودي الخدمة يواجهون الآن صعوبات جسيمة في الوصول إلى الجرحى والمصابين في الوقت المناسب بسبب عدم قدرة المواطنين على الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ جراء قطع سلطات الاحتلال للاتصالات بشكل كامل، كل الخطوط الأرضية الخلوية وحتى الإنترنت، وبالتالي تتتبع مركبات الإسعاف أصوات الانفجارات والقصف وتحاول الوصول بالسرعة الممكنة إلى المصابين والجرحى، بالإضافة إلى قيام الهلال الأحمر بتوزيع مركبات الإسعاف بشكل استراتيجي على المستشفيات في المحافظات. ولكن بكل تأكيد نتيجة انقطاع الاتصالات تشهد طواقم الإسعاف تحديات جسيمة تؤخر من وصولها إلى المصابين والجرحى وتحرم المرضى وذوي الحالات الطارئة من الحصول على خدمة الإسعاف، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر. يعني مع سقوط الأمطار الكبيرة طبعا على قطاع غزة في هذه الأيام سيدة نبال، ووجود طبعا ركام من الأنقاض لكثير من المنازل التي هدمت، يعني ما صعوبة الوصول إلى هؤلاء الذين يتساقطون من شهداء وجرحى ومصابين تحت هذه الأنقاض؟
بالتأكيد حتى هذه اللحظة يعني نتحدث عن أكثر من 8000 شخص لازالوا مفقودين تحت الأنقاض تقريبا، والحديث عن أعداد أكبر من ذلك بكثير، ولكن الفرق لا تستطيع حتى إحصاء دقيق لعدد الأشخاص الذين لازالوا مفقودين تحت الأنقاض، وهم على الأغلب باتوا الآن في عداد الشهداء بعد بقائهم لفترات طويلة تحت الأنقاض. تواجه أيضا الطواقم صعوبات في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات الثقيلة التي تمكنها من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال مثل هذه المعدات إلى داخل قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 16 عاما. وبالتالي أيضا الطقس والبرد الشديد يضاعف من معاناة النازحين الفلسطينيين. نحن الآن نتحدث عن أكثر من 1,900,000 فلسطيني، وبالتالي 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة. هم يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية. الشتاء يعني دخول الماء ومياه الأمطار على الخيم وغيرها من مراكز النزوح. هم بدون ملابس شتوية لأطفالهم، حيث نضع ملابس التي يرتدوها. هناك نقص في المواد الإغاثية والإحرامات، وبالتالي يضاعف البرد والشتاء من معاناة النازحين أيضا الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية من طعام وماء. كنا سيدة نبال نعرض منذ قليل يعني محيط المستشفيات في قطاع غزة، يعني والاستهداف طبعا المنهج المستمر على أكثر من مكان، استخدام طبعا الجرحى والمصابين لوسائل نقل بدائية جروح الحيوانات طبعا نتيجة للاستهداف الممنهج لسيارات الإسعاف كما قلت في أكثر من مكان. فما الحل أو ما الذي يمكن أن يعوض سيارات الإسعاف في نقل هذا العدد الكبير من المصابين والجرحى إلى المستشفيات؟ المشكلة هي بانهيار المنظومة الصحية بأكملها. نحن نتحدث الآن عن فقط 11 مستشفى يعمل من أصل 35 مستشفى، وال11 مستشفى يعملون بشكل جزئي نتيجة الأوضاع الحالية. باقي المستشفيات خرجت عن الخدمة. الآن في غزة وشمال غزة لا يوجد ولا مستشفى واحد يعمل بسبب حصار المستشفيات وقصفها ومنع وصول الإصابات والجرحى إليها أو مغادرة المستشفى من قبل أي أحد كما يحصل في مستشفى كمال عدوان. وبالتالي باتت منطقة غزة والشمال محرومة كليا من الخدمات الصحية والطبية. باقي المستشفيات ال11 فاقت قدرتها الاستيعابية بشكل كبير، أصبحت الآن عاجزة. الطواقم الطبية عاجزة أمام الأعداد الكبيرة من المصابين والجرحى الذين يتوافدون إلى المستشفيات في ظل شح المستلزمات الطبية والأدوية. تواجه طواقم الإسعاف مشكلة في الوصول إلى العديد من المناطق التي تتواجد بها الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تقوم الدبابات الإسرائيلية باستهداف أي شخص يحاول التقدم أو التحرك في مناطق وجودها، وبالتالي يترك الكثير من الجرحى والشهداء دون أن تتمكن طواقم الإسعاف أو فرق الإنقاذ حتى من الدفاع المدني من الوصول إليهم. اليوم نشهد استخدام حتى مركبات يعني الجر من أجل إيصال الجرحى إلى المستشفيات. كما ذكرت الآن لا يوجد مواطن في قطاع غزة يستطيع الاتصال بخدمة الإسعاف لأن الاتصالات مقطوعة بالكامل. الوسيلة الوحيدة هي إما من خلال أن يغامر بحياته ويوصل الجريح إلى المستشفى أو يصل إلى أقرب مركز إسعاف يتمكن بالتالي المهمة من الإبلاغ عن مكانه. المهمة أصبحت صعبة حقيقة في ظل هذا الوضع المتردي. من رام الله نبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أشكرك شكرا جزيلا سيدتي. من غزة هنا للقاهرة، إذن كانت هذه آخر التطورات وجديد ما يحدث من مستجدات في قطاع غزة. بعد قليل نشرة إخبارية عبر شاشة القاهرة الإخبارية. إلى ملتقى.